طب أستاذة رندا، لو هاخد من كلام حضرتك وتقرير البنك الدولي اللي بيتوقع نسبة نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 5.5%، وده أكيد بيؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا، لكن حابة أعرف من حضرتك ما هي القطاعات المرشحة للنمو؟ هو يعني بالنسبة للقطاعات اللي ركز عليها المرصد زي ما قلنا مثلا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضا أكد على أن قطاع السياحة بدأ في التعافي بالفعل، وأن حركة التجارة العالمية عندما عادت إلى يعني أو تعود تدريجيا إلى التعافي فهي برضو قادرة على أن هي تعزز من إيرادات قناة السويس، وكمان الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، ودي من أهم القطاعات اللي ركز عليها المرصد في إنها تكون من أهم القطاعات اللي بتقود التنمية في الفترة القادمة. الاستثمار في العنصر البشري أحد ركائز هذا التقرير. ما هي آليات وزارة التعاون الدولي يا أستاذة في هذا المجال بالتحديد؟ ويمكن كمان معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت ذكر إن في عنصر بشري النسبة تضاعفت عن السنوات اللي فاتت. ده أكيد طبعا، هي الحكومة كلها بتؤكد على أن الاستثمار في رأس المال البشري ده من أولويات التنمية في مصر في الوقت الحالي، ووزارة التعاون الدولي كما أطلقت من خلال هو توثيق قصص النجاح بنعبر عنها بجملة بسيطة اللي هي المواطن محور الاهتمام. في الاستثمار في رأس المال البشري اللي هي المشروعات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية وزي الصحة والتعليم، شبكات الأمان الاجتماعي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك من مجالات، ولكن أيضا حتى المشروعات اللي بتهدف إلى تنمية البنية الأساسية زي النقل، زي شبكات المياه والصرف الصحي، زي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهو في الآخر برضو المستفيد من كل هذه المشروعات هو المواطن المصري، علشان كده بنقول المواطن محور الاهتمام. والاستثمار في رأس المال البشري ليس فقط من خلال المجالات الاجتماعية، ولكن أيضا التنمية التي تستهدف البنية الأساسية، فإن المواطن هو المستفيد بالأساس من هذه المشروعات.